رجعنا معكم مشاهدينا بعد هالفاصل الإعلاني، وضيفنا متعددة الألقاب لكن الشخصية واحدة. اسمحوا لي أذكر لكم بعض الألقاب الموجودة: عضو رابطة الأدباء الكويتية، عضو جمعية الصحفيين الكويتية، عضو سابق في اللجنة الثقافية في رابطة الأدباء، بكالوريوس جامعة الكويت طب مساعد. مؤلفاتها وايد، كتبت في علم النفس والنصوص الأدبية، كاتبة أسبوعية في كل من جريدة الرأي الكويتية، الوطن القطرية، الشرق السعودية، وقدمت العديد من الدورات عبر الأونلاين، وشاركت مع الوفد الكويتي في اتحاد كتاب العرب في أبوظبي. حياك الله معنا سحر بن علي. في بعد وايد بس ما في وقت أني أذكرهم. حبيبتي الله حييك، مشكورين، وأشكر أشكركم وأشكر قناة العدالة وكل القائمين على البرنامج على الاستضافة الحلوة. وإحنا نشكر حضورك معنا اليوم في برنامج عسيف، ومسي عليك بالخير. ونحب نتكلم عن موضوع القراءة والكتابة، ولكن قبل لا نبدي ونخوض في محاورنا، ما ندري هل الآن ثقافة القراءة موجودة أم لا؟ طلعنا باستطلاع صغير، خلينا نشوف الاستطلاع ونرجع تالي معكم. إذا أستاذة سحر، يمكن تفاوتت الآراء بشكل أو بآخر حول قضية القراءة. ليش ثقافة القراءة بدأت تندثر، خلينا نقول من ثقافتنا؟ هو يمكن أغلب الإجابات كانت عشان السوشيال ميديا، يعني أغلب الناس تشوف أنه اختصر الوقت، يعني المعلومة اللي باخذها من الكتاب صرت أقدر أخذها من السوشيال ميديا، وهذا شيء خاطئ. القراءة مختلفة تماماً عن اللي تقرأ بالسوشيال ميديا أو عن اللي تقرأ على الإنترنت. يعني الكتاب طبعاً أقصد فيه الكتاب سواء أونلاين أو كتاب مطبوع، فالكتاب يختلف تماماً، المعلومة اللي تأخذها من الكتاب، الاستفادة اللي تأخذها من الكتاب مختلفة تماماً عن اللي قاعد تشوفه بالسوشيال ميديا وتقرأ بالسوشيال ميديا. لكن يمكن عشان الـ 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 الوقت، ويعني ما تعودنا على القراءة، يعني من عمر صغير ما تعودنا على القراءة، فهي ما اندثرت كثر ما ضلينا شوي نفس ما احنا. بس مع دخول السوشيال ميديا حسينا ان هي اندثرت بسبب السوشيال ميديا، لكن صحيح. اساسا القراءه ما يعني مثل ما هي. اذا القراءه عن طريق الكتاب ام عن طريق اللابتوب او الايباد او وات ايفر، يعني من وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي ممكن ان يقرا كتاب على الاونلاين، صح؟ هل هي يعني متشابهه او ان تؤدي الغرض نفسه؟ اي طبعا، الكتاب يعني مثلا الكاتب اللي طبع كتاب يحب يسويه اونلاين يقدر يحطه اونلاين، فنفس الفكره، يعني الكتاب اللي موجود بالمكتبه ممكن تلقينه اونلاين، بس حسب الشخص. يعني قبل لا نطلع الهواء كنا نتكلم بهالموضوع، ففي ناس يختلف، في ناس تحب الورق، تلمس الورق، في ناس تبي يكون معاها كل مكان وين ما تروح تقرا، فيختلف طبيعة الشخص. جميل. مهتمة طبعا بمشاركاتك في الفعاليات، يمكن شاركتي مع الوفد الكويتي في اتحاد كتاب العرب في أبوظبي، يمكن أصغر كاتبة في هذا الوفد. التجربة هذه يعني من التجارب اللي وايد قريبة، وايد حبيت التجربة وحسيت بسعادة. فكرة أن أنت تمثل بلدك مع مجموعة من كتاب كبار، يعني صحيح. الكتاب اللي كانوا معانا ما كانوا فقط كتاب كبار بالعمر، حتى بالخبرة، من كل الدول الخليجية، العربية، الجزائر، المغرب، فلما تطلع أنت تمثل بلدك بشيء ثقافي، فكان شيء جدا جميل، وايد سعدت، وايد استفدت، كان في حوارات بين، يعني تشوف الأدب شلون، الأدب يعني الثقافة والأدب تحسه واحد، نفس الموسيقى شلون تحس إنه قاعد يجمع العالم كله، يعني الأدب حسيته كذي، كلنا مجتمعين على حب شيء معين. خلال هذه الفترة وخلال الأيام البسيطة شو اللي استفدتي؟ هل فعلا واحد يكتسب أمور كثيرة في هذا الموضوع؟ طبعا احنا كنا كانت تقريبا 10 أيام، خلال هال10 أيام كانت في محاضرات عن مواضيع عديدة، وقدمت أيضا فيها أمسية شعرية، فكانت تجربة حلوة.
وين حسيتي الحركة النسائية بهذه المنظومة؟ يعني شلون وصلتي لها؟ شلون شفتيها؟ هل كان في كاتبات وايد أم أن حسيتي بوجود المرأة بهذه المناسبة؟ المفروض أن الكتابة يعني للجنسين، لكن إحنا شوي عندنا النساء، لكن الفترة الأخيرة النساء صار عندهم خمول يعني. صحيح، عددهم أقل من الرجال بحكم البيئة، لأن مو كل البيئات مثل بعض، فيعتمد في يعني نساء مثلا ما تحب حب الظهور، يعني ما تحب الظهور، في بعضهم تشوف أن أفكارها وأحاسيسها تبيها تظل بينها، وفي عوائل مثلا بيئات ما تحب هالشيء، ففي امور كثيره وقفت يعني بطريق النساء. بس انا اعتقد يعني استاذة سحر، يمكن الكتابه او هذا المجال ما هو مجال يعني يخرج مثلا عن بعض العادات، خلينا نقول، او بعض الالتزام الثقافي او العائلي. اتوقع يعني شيء جميل وشيء ادبي، ما حد يختلف عليه. طبعا صح، بس مو الكل ينظر له بهالنظرة، لأن يعني البيئات تختلف، يعني في بيئات مثلاً ما هل في ما كتاب تحب. هل في كتاب هم من أساءوا لسمعة هذا المجال بكتاباتهم؟ ممكن ما تبي تجاوب بالكتابات؟ ممكن صحيح، يعني قصدك سمعة الكتابة، سمعة الكتابة أو سمعة الكاتب. ممكن بكل المجالات، في السيء والجيد بكل المجالات وليس فقط في الكتابة. بحيادية تجاوبيني على هذا السؤال، قلم المرأة أجمل أم الرجل في التفكير، في طريقة طرح الفكرة؟ إذا جاوبتك على هالسؤال، لأن عقل المرأة يختلف عن عقل الرجل، هذا شيء خالصين منه. يعني إذا جاوبتك على هالسؤال وقلت لك يعني واحد منهم، راح أصير عنصرية. ممكن أنا أجاوب عنك، لأن معظم النساء، معظم المشاهير الكتب هم من الفئة النسائية، لأن يمكن عقل المرأة دائما عنده وساعة أكثر، متفتح أكثر، ويعني تشعب أكثر من الرجل. بس أنا أشوف أن التفكير الجيد والكتابة الجيدة ما تختلف. يعني إذا كان الشخص تفكيره جيد وكانت كتابته جيدة، فهو ما يختلف إذا كان رجل أو امرأة. بالنهاية أنت قاعد تقرأ كتاب، شنو راح يفرق معاك إذا كان أنت يهمك الفكرة، يهمك نوعية الكتاب. نعم، إذا مستمرين معاك أستاذة ساحر بن علي، ولكن راح نطلع فاصل قصير، بعد الفاصل مستكملين معكم. أستاذة ساحر، هناك الكثير من يعني تتشابه عليه موضوع النصوص الأدبية والرواية. صحيح. ولكن هم مختلفين عن بعض اختلاف كامل جدا، وفي ايضا تشابه، يعني يشبهون النصوص بالخواطر ايضا، وايضا في اختلاف. شنو الفرق بين الرواية؟ شلون نعرف ان هذه هي رواية مو نص؟ طبعا الرواية مختلفة تماما، لان الرواية هي قصة، فيها قصة، فيها احداث، فيها حبكة. النص الواحد لا يتجاوز الصفحتين، ويكون باسلوب شعري اكثر. واختلافه يختلف ايضا عن الخاطرة. الاختلاف شنو؟ الخاطرة يعني كل خاطرة ممكن تكون نص، بس النص ما يكون خاطرة. يعني الخاطرة شنو؟ النص الادبي، كل شيء ممكن يندرج تحت النص الادبي. يعني مثلا تكتب خاطرة، تكتب شعر، يعتبر ايضا نص ادبي، مقال يعتبر نص ادبي. بس النص الشعري اللي هو ممتزج بالنصوص الشعرية. كتاباتك ما شاء الله وايد، طريقي إليك، رحلة في القلوب، العشق الأبدي، هدوء الأعاصير، وشرفة الذاكرة، والكتابة في السحر. أي واحد من هذيلا الأقرب لك؟ هو ترى الأخير كتابة في السحر، عشان بعد لا. الأقرب والله كلهم حطيت فيهم أفكاري، مشاعري، جهدي. كل كتاب لشيء مميز. تمست فيهم الواقع؟ الواقع أنا شوي بأول أربع كتب أكتب فيهم بمجال النفس، فما يتحمل واقعية وايد، لكن فيها قصص، يعني دعمتها بقصص، وكثير منهم واقعية القصص.
الكتابين آخر كتابين هما نصوص أدبية. في وايد كانوا يسألون إن هل المشاعر هذه خاصة فيك أو لا أحد حواليك؟ إيه الكاتب يعني الناس دائما تربط الكتابة بالكاتب وهذا مو دائما يصير. الكاتب يعني يعيش الأحداث اللي حوالينا دائما، صحيح، يعكس الواقع اللي يمكن يعيشه أكثر من شخص في نفس ال. صحيح صحيح. يمكن كثرت الحين النصوص أو خلينا نقول الكتب أو الكتاب اللي يتكلمون أو يكتبون في اللهجة العامية ويستخدمون المفردات البسيطة، ويمكن بعضهم أيضا قام يخرج عن حدود التقاليد والعادات والأعراف بشكل أو بآخر عشان خلينا نقول يضرب، عشان تكون الهبة. إيش رأيك في هذا الموضوع؟ طبعا أنا ضد الكتابة بالعامية، يعني كل اللي متابعيني من زمان يدرون أن أعتبر أن أكبر خطأ وكارثة للأدب لما تكتب بالعامي، لأن أنت قاعد تقتل الأدب. أنت يعني هي في كتب كأنها مسجات، يعني ما تتعدى بالضبط طريقة السيناريو في الكتابة. يعني الحين قاعد نشوف طالب مو بس العامية المعتمدينها، معتمدين حتى السيناريو في الكتابة. يعني توافقين الرأي بأن السيناريو في الكتابة يعني ظلم الكتابة؟ صحيح، هو يعني الناس يعني يقولون أنه آخر فترة صاير كذي، لكن ترى الموضوع موجود من زمان وبكل المجالات، يعني السيء والجيد هذا موجود بس مو منتشر بشكل واضح مثل الحين. الحين مع السوشيال ميديا يعني يصورون الصفحة وانتشر، ولأن عدد الكتاب زاد، لكن الموضوع موجود يعني من زمان. كان في كاتب جيد وكاتب سيء، لكن بنهاية المطاف بالأخير راح يظل الكاتب الجيد. يعني القارئ راح يقرأ مرة مرتين راح يفهم أن هذا الكتاب. هل ممكن أن يكتبون بهذه الطريقة لأن يبون يوصلون إلى دور السينما أو إلى أماكن العرض كالمسلسلات أو الأفلام؟ لأن حتى المسلسلات والأفلام تحتاج إلى كتابة جيدة، يعني فإذا كانت كتابته إلى الآن غير جيدة فلازم هم يطور ويصير جيدة عشان إذا بيكتب أفلام. صحيح. ودنا نتكلم عن موضوع الرقابة. دائما يقولون الكتاب يتذمرون من هذه الرقابة، يقولون هي التي تكبل أيادينا للكتابة في موضوع، مع أن إحنا نعمل الرقابة على روحنا ولنا حدود ولنا خطوط نعرف نسير عليها، ولكن الرقابة أيضا تأتي وتكبل الأيادي. اي صحيح. الرقابه، المشكله بالرقابه ان هي تراقب الفكر. صعب انك انت تراقب فكر شخص. الحين انت تقدر، انا الحين اقدر اتكلم معاكم واقول لكم افكاري، اقدر الحين بالسوشيال ميديا اكتب افكاري. الخطا اللي قاعد يصير ان الرقابه قاعد تصير على الفكر. بس ليش مو الرقابه مثلا، اذا نبي نفرض رقابه، مع ان ما ايد انا الرقابه، اذا نبي نفرض رقابه نراقب الطريقه اللي قاعد تنكتب او المفردات اللي تنكتب. صحيح. اراقب الكتابه نفسها، لكن اراقب فكره معينه، لا تكتب بمجال معين واخذ راحتك بمجال ثاني. يعني الحين في مواضيع ما يصير، يعني ما يصير تكتب عنها. في مواضيع عندنا وايد ما تقدر تكتب. انا عندي عدد من المقالات وايد منعت من النشر، رغم انها هي عباره عن فكره وقاعدين نتكلمها وقاعدين نقولها بالتويتر والسوشيال ميديا. مثل شنو المقالات اللي منعت؟ يعني مثلا تكلمت عن موضوع رجال الدين. انتقدتيهم؟ انا تكلمت ان رجال الدين يعني انت علاقتك بينك وبين ربك، يعني علاقه الدين هي علاقه الانسان بينه وبين ربه. صحيح. متى ما انت تطلع وبين عليك ان انت متدين، فانت لازم تدير بالك، ممكن يكون هو يفكر يعني يحول الدين الى تجاره. فكنت قاعده اوضح الامور، يعني هو شوي كان مقال ساخر، ففي امور وايد وضحتها بالمقال، ومنع بالكويت وبالدول الخليجيه الاخرى هم ايضا منع. في مواضيع عديده تكلمت عنها كانت تمنع. فمشكله الرقابه، يعني انت قاعد تخلي الشخص تقول له لا وقف، لا تفكر، ولا تخلي احد يفكر، بس اكتب. بس في السابق كانت هناك كتابات او كتاب يحركون الشارع
ويصوبون الخطأ يعني ويبدون يطورون في المجتمعات بكتاباتهم حتى لو كانت كتابة يمكن ساخرة. في الختام نشكر وجودك أستاذة سحر بن علي، نتمنى إن شاء الله التوفيق ومنها الأعلى دائما. ما قصرت، يعطيكم العافية، مشكورين، نورتينا، نورتي استديوهات عسيف. لكن مشاهدينا احنا مستمرين معاكم بفقرة المواهب لزميلتنا شيماء قنبر، ويليها طبعا فقرة لسعة النحلة مع الأستاذة ليلى أحمد.